حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، وهذه أبرز عناوينها. بن عمر يعرض تقريره الثلاثاء المقبل على مجلس الأمن، وتواصل أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار. انسحاب كلي لقوات الجيش من موقع جبل الثعالب العسكري بالبيضاء، وقلق من سيطرة القاعدة على الموقع. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن زيارته الأخيرة لليمن كانت مثمرة، وأنه تعرف من خلالها على نتائج هامة لكل فرق عمل الحوار الوطني والمخرجات التي ستقدم إلى الاجتماع العام. وقال إن الشعب اليمني يريد عيشا كريما وأمنا واستقرارا والمشاركة في صنع القرار. هذا ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء القادم للتقرير الذي سيقدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حول المستجدات الأخيرة في اليمن وسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال بن عمر في تصريح لوكالة سبأ خلال مغادرته صنعاء إن مجلس الأمن سيستمع إلى التقرير الذي سيعرض آخر ما توصلت إليه العملية السياسية في اليمن وتطبيقات قرار مجلس الأمن، وذلك في جلسة مفتوحة ستليها جلسة مغلقة يناقش فيها أعضاء المجلس كيفية دعم تجربة نقل السلطة في اليمن. يواصل قطار التغيير رحلته صوب يمن الديمقراطية والمواطنة والحرية والكرامة في ظل تفاؤل حذر ورقابة وتقييم للنتائج الأولية التي توصلت إليها لجان العمل التس في مؤتمر الحوار الوطني الذي دشن أمس في دار الرئاسة جلسة أعماله العامة والثانية بحضور أممي وإقليمي. موفد قناة سهيل حضر فعالية الافتتاح ووافانا بالتقرير التالي. أنجز الشباب الثائر وأبرز متطلبات التحول المنشود، ويواصل الساسة اليوم استكمال شروط السير الحضاري إلى اليمن الجديد. لم يكن الحوار الوطني وليد صرخة ولا نتاج بعود انتخابية، وإنما ثمرة نضالات ثورية استمرت عامين، وها هي أولى نتائجها تتوج اليوم بإعلان المضي في تحقيق أهداف ثورة 11 من فبراير عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لقد ضربتم أروع الأمثلة في النجاح، وقدمتم نموذجا مشرفا من الأداء نفتخر به، ونعتز بأننا في اليمن حولنا لقة الخصومة والخلاف إلى لقة الحوار والتوافق. هذا النموذج الذي لم يسبق له مثيل في اليمن خاصة وفي المنطقة العربية عموما، يستحق منكم أن تحافظوا عليه وأن تكتبوه للتاريخ. رغم كل المعوقات والتحديات، فقد كنتم خير سفراء للمستقبل لآمال الناس وأحلامهم في التغيير، ورسمتم لوحة وفاء للشهداء من الرجال والنساء والشباب في كل ربوع الوطن، مؤكدين أن دماءهم لم تذهب سدى، وأن تضحياتهم ستأتي ثمارها بتحقيق أحلامهم في وطن آمن ومستقر وموحد ينعم بالرخاء والسلام والوئام. المجتمع الدولي جدد تأكيده على استمرار دعمه للعملية السياسية في اليمن وبما يصب في بناء الدولة المدنية الحديثة. ارفعوا رؤوسكم وافتخروا، افتخروا لأنكم جنبتم بلادكم ويلات حرب بل حروب أهلية. افتخروا لأن عزيمة الحوار والتوافق انتصرت على لغة السلاح. افتخروا لأنكم على طريق تحقيق طموحاتكم المشروعة التي من أجلها نزل كثير منكم الساحات وقدموا التضحيات. افتخروا لأنكم تخطون تاريخكم بأيديكم. افتخروا لأنكم تصنعون مستقبلا أفضل لبناتكم وأبنائكم. افتخروا، فالمجتمع الإقليمي والدولي كله فخور بكم ومعجب بتجربتكم الفريدة من نوعها في منطقة
تتعطش للسلام والأمن والاستقلال والحرية. مجلس التعاون الخليجي من جهته عبر عن تقديره للجهود المبذولة خلال المرحلة الأولى من الحوار، مشيرا إلى أن تدشين الجلسة العامة الثانية من جلسات المؤتمر يؤكد أن الإرادة الوطنية اليمنية قادرة على تخطي كافة التحديات. إن النجاح الذي توجت به أعمال المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني ووصولنا اليوم إلى تدشين الجلسة العامة الثانية من جلسات المؤتمر التي تعتبر مرحلة متقدمة من مراحله يعزز من قناعتنا في دول مجلس التعاون بأن الإرادة الوطنية اليمنية قادرة على تخطي كافة التحديات والصعاب والانتقال باليمن إلى مشارف الاستقرار المنشود، مؤكدين بأن دول المجلس ستظل تراهن على هذه الإرادة من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. تدشين المرحلة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني عبر جلسة عامة تستمر شهرا كاملا، الهدف منها عرض رؤى كافة فرق الحوار التسع والتصويت المباشر عليها. فرق العمل تقدم تقاريرها الأولية إلى الجلسة النصفية. الجلسة العامة النصفية ستعمل على التصويت على هذه القرارات، فما اتخذت فيه من قرار بالتصويت بنعم سيكون قرارا نهائيا، وأي ملاحظات أو اعتراضات على أي قرار من القرارات سيعاد إلى الفرق العمل لتقوم بدراسته خلال جلستها الثانية بعد الجلسة العامة الثانية الآن، وتقديمها إلى الجلسة الختامية العامة التي ستكون بحسب المخطط له بعد 3 أشهر من الآن. الديمقراطية والحكم الرشيد وتداول السلطة سلميا وتحقيق التنمية وإعادة صياغة الدستور وضمان الحقوق والحريات والوصول إلى شراكة حقيقية في السلطة والثروة، كلها خطوط عريضة يبقى على المتحاورين هنا العمل الجاد من أجل وضع الأسس المتينة لها. مرحلة جديدة من مؤتمر الحوار الوطني تبدأ اليوم هنا في دار الرئاسة بعد أن قطع المتحاورون نصف الطريق نحو المستقبل، فمتى يا ترى يكون الوصول؟ يقول المتفائلون لعله يكون قريبا. زياد الجابري لقناة سهيل من دار الرئاسة. الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني أكد أن ما أنجز خلال الفترة الماضية يرفع من منسوب الأمل والتفاؤل بغد أفضل لليمن. في تقدير يجب أن نتفائل ونتفائل بقوة، ولكن ليس تفاؤلا شكليا، تفاؤل مبني على ما أنجز حتى الآن في الحوار الوطني، وأعتقد ما أنجز شيء طيب. لا يبحث على التفاؤل ولكنه يعني فقط، ولكنه يجعلنا نخطط منهجا جديدا في العمل خلال المرحلة القادمة، وهذا المنهج يبدو أن ملامحه قد رسمت خلال الفترة الماضية. أنا واثق أن اليمنيين قادرون على أن يواصلوا جهدهم الحواري باتجاه إنجاحه إن شاء الله. إلى ذلك أكد سلطان العتواني نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني أن قوى التغيير قادرة على تصدر المشهد خلال الفترة القادمة، وأنها لن تتراجع أمام أي قوى أخرى تحاول الهيمنة على المشهد السياسي. مؤتمر الحوار الوطني الشامل يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف والغايات التي وجد من أجلها، وأنا أعتقد بأن المستقبل البلد يبشر بخير. بالتأكيد قوة التغيير هي أساس هذا المؤتمر، وقوة التغيير لن تتراجع على الإطلاق، بل أن الزخم من أجل التغيير سيزداد، لأن هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم والذين سالت دماؤهم رخيصة من أجل التغيير لن يتوقفوا عن الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام. عقدت اليوم خيمة الحوار الوطني بمحافظة شبوة جلسة نقاش مع مكتب الخدمة المدنية، وتناولت الجلسة عددا من القضايا التسع التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما نوقشت أوضاع مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وأبرزوا المشاكل والمعوقات ورفعوا بعض المقترحات والتوصيات في مذكرة لمدير خيمة الحوار الوطني بمحافظة شبوة.
دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ياه كليك التي ستقدمها شركة اليمن بالاشتراك مع شركة ياه سات الدولية. وأكد وزير الاتصالات أن هذه الخدمة ستقدم آفاقا جديدة لمستخدمي شبكة الإنترنت من خلال توفير ساعات أوسع. من جانبه أوضح المهندس مسعود شريف الرئيس التنفيذي لشركة ياه سات أن هذه الخدمة ستقدم للمواطنين في جميع أنحاء الوطن وخاصة المناطق النائية. أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي نجاح مشاركة اليمن في مؤتمر التغذية من أجل النمو المنعقد في العاصمة البريطانية لندن. وقال السعدي في تصريح صحفي إن مشاركة بلادنا في هذا المؤتمر تأتي لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال وبحث سبل التعاون مع وكالة التنمية الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمؤسسات الخيرية الأخرى. وأوضح السعدي أن اليمن أعدت خطة وطنية للتغلب على هذا التحدي وسيتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد بأنها تحقق أهدافها. قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء إن قوات الجيش المتمركزة في موقع جبل الثعالب العسكري بمديرية القريشية قيفة انسحبت من الموقع بشكل كلي. وجاء انسحاب القوات التابعة لكتائب معسكر الأنصار والتي تتبع قوات الاحتياط بعد يوم من وصول اللواء 139 مشاه ميكا إلى رداع إثر قرار وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بنقله إلى تلك المنطقة. وأفادت المصادر أن القوات انسحبت من الموقع بشكل كلي حيث ينتظر نقل الكتائب التي كانت تتمركز في جبل أحرم وتتبع قوات الاحتياط إلى مقرها في معسكر 48 جنوب صنعاء، غير أن أفراد تلك الكتائب رفضوا السماح للقادة العسكريين في اللواء 139 بدخول معسكر جبل أحرم وتسليمه، كما رفضوا مغادرة مدينة رداع وتسليم نقطة أحرم العسكرية ونقطة أخرى على طريق الزوب احتجاجا على ما قالوا إنها حقوق ومطالب لهم لدى وزارة الدفاع لم تنفذ. وأبدى سكان محليون مخاوفهم من سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة على موقع الثعالب بعد انسحاب قوات الجيش منه، غير أن مصادر محلية أفادت لقناة السهيل أن مدير عام مديرية القريشية الشيخ محمد أحمد جرعون هو من استلم الموقع بعد انسحاب القوات وهو من يتكفل بحمايته حتى يتم استلامه من قبل قوات اللواء 139. مشروع الري السيلي بطياب ذي ناع بمحافظة البيضاء أنشئ بعد جهود رسمية وشعبية كبيرة استمرت 8 سنوات، لكن المشروع لم يحل عليه الحول بسبب الفساد. المزيد في سياق التقرير التالي. منذ 8 أعوام يبذل أهالي منطقة طياب بمديرية ذي ناع محافظة البيضاء جهودا رسمية وشعبية كبيرة لإنشاء مشروع الري السيلي للحفاظ على التربة في هذه المنطقة المعرضة للانجراف جراء مياه السيول الكبيرة المتدفقة إلى المنطقة. قبل عامين تكللت تلك الجهود بالنجاح وخرج المشروع إلى حيز الوجود، لكن فرحة الأهالي لم تكتمل والمشروع لم يدم طويلا وما إن تم الانتهاء من العمل فيه نهاية ذات العام حتى تبددت آمال المواطنين عند نقطة البداية وأصبح المشروع في خبر كان. بدأ المشروع تنفيذ في عام 2011، انتهى المشروع في نهاية 2011 قبل السلام الابتدائي، وعند نزول اول مطر بدات بعض التسريبات البسيطه. عده مرات جاءت لجنات من المحافظه ومن دمار قالوا اصلح خطاك من هنا لان هذا يوم من الايام بيفتك. ما بني على باطل فهو باطل، هذا ما وصل اليه حال مشروع الري السيلي بطياب رغم مساعي مكتب الزراعه والري بالمديريه وانزال عده لجان للنظر في مخالفات المقاول والزامه باصلاحها، الا ان ذلك لم يحدث واستمر في الإهمال والحلول الترقيعية حتى وقع ما لم يكن في الحسبان. أصبح الضرر الآن أكثر مما كان عليه من السابق، أصبح الضرر الآن كبير جدا. أبلغنا الجهات المعنية المكتب الزراعة والمحافظة والمكتب الوزير والجهات المعنية بشكل عام وألزموا المقاول بإصلاح الضرر، إلا أن المقاول لم يقوم بإصلاح الضرر. لم يكن يدر في حسبان الأهالي هنا أن المشروع الذي سعوا لإنشائه طويلا من أجل الحفاظ على التربة سيتحول بفعل فاعل إلى أكبر تهديد على أراضيهم، والحال كذلك بالنسبة لمكتب الزراعة بالمديرية الجهة المعنية بالإشراف على المشروع. أثناء العمل
كنا نعطي توجيهاتنا للمقاول بتنفيذ بعض الملاحظات، لأن الأخ المقاول ما كان شيء يلزم توجيهاتنا. تفاجأنا على أنه تم الاستلام ابتدائيا من المقاول بغير حضور مكتب الزراعة ولا لجنة المستفيدين، نزلت لجنة من الإدارة العامة لمشروع الحفاظ. وبدلا من أن تقوم الجهات المعنية العليا بالضغط على المقاول وإصلاح الأضرار، تم التسهيل له وإطلاق ضمان المشروع واستلامه بصورة نهائية من قبل تلك الجهات دون علم مكتب الزراعة بالمديرية ولجنة المستفيدين الذين رفضوا إقراءات المقاول ومحاولاته بشتى الطرق لإقناعهم باستلام المشروع دون إصلاح والتغطية على تلك المخالفات. عرضت علينا بعض المبالغ لاستلامها مقابل احنا نعمل لهم الاستلام النهائي، احنا رفضنا الكلام هذا. احرج المزارعين، فالمزارعين كانوا يعني بحكم القبيله وبحكم هذا يقولوا مشيوا من الاستلام، الا احنا رفضنا. عده مرات حاولنا نستلم منه، واخر شيء طالب على ان نحط له استلام، كثر ما كثر علينا والله بغيت اوقع لهم. وعبر قناه شهيل نوجه بلاغا من الجهات المحليه واهالي المنطقه للجهات المعنية العليا لإعادة النظر في المشروع ووضع حلول سريعة، خصوصا وأن أراضي المزارعين التي أنشئ المشروع لحمايتها تعرضت للانجراف نتيجة الإهمال والتقصير من الإدارة العامة وخبراء ومهندسي المشروع، وقد تتعرض أكثر إذا استمر التجاهل أكثر. فهد الطويل لبرنامج أضواء سهيل محافظة البيضاء. طالبت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة بإلغاء التعميم الجمركي رقم 19.192 لعامنا الحالي والقاضي بمنع دخول السيارات المحولة أو التي تعرضت لحوادث اصطدام أو أي خلل فني جزئيا أو كليا، والذي يتم تطبيقه في الأول من يوليو القادم. جاء ذلك خلال وقفة احتجاج نفذها أعضاء نقابة اليوم أمام مصلحة الجمارك بوزارة المالية. وأدانت النقابة التعميم الصادر من مصلحة الجمارك للشركات الملاحية والموانئ اليمنية لتجاوزه حدود الدستور الذي تصدر بموجبه قرارات المنع عبر نص قانوني أو حكم قضائي، ولما سيسببه من خسائر فادحة للمستوردين، مشيرين إلى أن فوائد هذا القرار تصب في مصلحة وكلاء السيارات الذين مارسوا ضغوطا على الجمارك لإصدار هذا القرار حد قول المحتجين. وناشدت النقابة رئيس الجمهورية والحكومة بإلغاء التعميم والالتزام بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالتعرفة الجمركية حفاظا على المصلحة العامة. يذكر أن اليمن استورد 200,000 سيارة خلال العامين الماضيين وفق مصادر في ميناء الحديدة إلى البلد بطريقة نظامية، تم استيراد معظمها من شركات تأمين أمريكية. نظم مركز الدراسات السكانية بجامعة صنعاء ورشة عمل حول تحديث وتطوير منهج الدراسات السكانية للدبلوم العالي والماجستير بالمركز. وقال مدير المركز الدكتور أحمد الحداد إن الورشة تناقش أوراق العمل المتعلقة بمسائل التقييم للمنهج الحالي ورؤية المجلس الوطني للسكان حول متطلبات سوق العمل ورؤية وزارة الصحة في هذا الاتجاه، وكذا رؤية الجامعة من خلال مركز تطوير التعليم الجامعي وضمان الجودة، وصولا إلى تطبيق شروط الاعتماد الأكاديمي المقرة من وزارة التعليم العالي. وأضاف كما تناقش الأوراق إدخال مادة الجغرافيا والتوزيع السكاني في المنهج ورؤية قسم علم الاجتماع بالجامعة من خلال الموائمة بين المواد. ويشارك في الورشة نحو أكثر من 40 متخصصا بينهم خبراء من مصر والأمم المتحدة والجامعات الحكومية اليمنية والجهات ذات العلاقة وبمشاركة وزارة الصحة والمجلس الوطني للسكان، وتستمر 3 أيام. مرة أخرى إلى العناوين. بن عمر يعرض تقريره الثلاثاء المقبل على مجلس الأمن، وتواصل أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني. انسحاب كلي لقوات الجيش من موقع جبل الثعالب العسكري بالبيضاء، وقلق من سيطرة القاعدة على الموقع. وللمزيد مشاهدينا الكرام زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.